Tariq Tijani's photographs of the Arabian hunting falcon. These photographs are, some of them are extremely large, as you will see in some of the coverage today, and they are extraordinary detail photographs of the hunting falcons. They represent, of course, one of the oldest traditions of Arabic history. The history of hunting falcons has over 4,000 years. عم نعرض اليوم صور فوتوغرافية للصقر العربي. هاي المجموعة أول مرة تعرض في الأردن، ومنها رح هذا المعرض ينتقل للبلاد المختلفة بالوطن العربي، وإن شاء الله في دول تانية أجنبية. والصور هذول سويتهم مثل ما سويت الصور للخير العربي، اني انا باخذ الاستوديو للصقر، لموقع الصقر، وبحط ستاره من الخلف واضواء استوديو فلاش، وبشغل بهالطريقه. هاي شغل يعني ببطء بشتغل. انا بهمني انه القط اشي من شخصيه الطير، ولا يعني بدي رؤيه نظره معينه من الصقر، ومش اني ما بدي أصور صور واقعية. هذا ما بهمني قد ما أني أصور إشي من زي ما تقول شخصية الحيوان.